ما افتحش التليفون ولا باكل ولا انا مضمر من وقتها لحد دلوقتي والله، ولا بنام ولا باكل ولا بشرب ولا اي حاجه، يعني نفسيتي تحت الصفر. انا مش قادر ان انا اصلا افتح التليفون، انا هي مش قادر افتح، مش عارف انام، انا مش عارف اتنفس كمان، كان مش هقول لك مش عارف انام. ايوه ما هو يعني معلش حاجه غير طبيعي. ففجاه تلاقي الناس كلها تتكلم عليك وانت اصلا كنت في حالك ومختصر. ف الله يخليك. بص طب خلينا بقى يعني اقول لك شويه حاجات كده الناس بقى طبعا مش عارفه، لان عمرو اديب طلع قال ان انت مش معزوم. انت فعلا زي ما بابا قال ان انت شغال اصلا في مجال الافراح، وكان عندك فرح في المانيا بفلوس اعلى، وقررت ان انت تروح ده عشان بتحب عمرو دياب. بالضبط. طيب هو الواقع بيتقال ان انت بتشد الناس من جنبها، وعندك وعملت ده مع محمد رمضان والقصة إياها دي. وبعدين عايز أعرف برضو هل أنت جذبته بشكل جامد زي ما هو قال في المحضر، وهل هو أصلا حاول كل حاجة باينة في الفيديو، فأنا راجع أفصل حاجة عشان كل حاجة باينة، وأنا رافع التليفون فوق خالص، يعني باين أنا قبل ما أدخلك إن أنا عامل حساب إن أنا أصور، أنا داخل أعمل حاجة، فالتليفون أصلا مرفوع عشان تبقى الدنيا جاهزة إن أنا آخد الشريحة بتاعتي وأمشي. مش أكتر من كده. ايوه انما لو انا في غرض الحياه انا كنت اصلا طلعت. بس انت متصور مع عمرو دياب قبل كده في حاجات كتير انا شفتها. اي عشان يعني عشان لو انا كنت من اهم الفرد او من انا بالنسبه لي كنت احبه. ف عامه هو حاول فعلا يوصل لك يا استاذ؟ والله مش بص لو سمحت انا مش هتكلم فتره قصيره عشان بجد انا تعبان. ما انا مش هطول عليك، بس هو فعلا حاول يوصل لك؟ يعني حاول يوصل لي. طيب انت دلوقتي لو هو عرض عليك صلح انت تقبل؟ لا. طب انت طلباتك ايه يعني عشان برضو تبقى الدنيا واضحه للناس؟ عايز اخد حقي قد القانون، لازم كمان ترجع. باعتذار بقى وتعويض ادبي يعني؟ لا 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 مش عايز اصلا التعويض، ما يجينيش اصلا الفلوس، ما بصش اصلا للفلوس، مش عايز فلوس، ما يجينيش ولا تهمني. انت قدمت، انت وكلت مين؟ طيب وكلت واحد محامي مستشار برضو كده يعني تبعنا. اسمه ايه طب عشان نتواصل معاه عشان ما نهققش انت؟ طب ابقى اديلك رقمه كده او ابقى شويه وهكلمك تديني. عمر هريدي تواصل معك باعتبار ان انتوا بلديات؟ مين؟ عمر هريدي. ما كنتش اقول لها، في ناس كده بتتكلمني بس انا برد على حد. فانا بصيت بقول لك رديت على حضرتك. فانا اصلا اللحظه اللي حصل فيها الواقعه وحصل فيها الاعتداء وانت خدت بعضك ونزلت، انت طبعا نزلت لان انت مذهول. هو كان بيتكلم قال لك ايه؟ طب ممكن انت لو عايز تاخد صفحه صحفي او حاجه من جيباتك، انا والله انا مش والله العظيم هسالك سؤال تاني، هو ده اخر سؤال اهو، مش هسالك اي حاجه تاني والله. باين برضه في الفيديو، انت لو ركزت وزومت على الفيديو شوف هو كان بيشاور بيقول ايه او كان بيعمل. ما انا لغه الشفايف مش باينه عشان في حد عدى، لانه انت ممكن تكون شفت فيديو انا ما شفتوش، فاهم قصدي؟ تمام. فهو اللغه كانت ايه وكان بيقول لك ايه تحديدا يعني؟ مش قادر اقول وما تقولش لو سمحت ايه، عشان اصلا انا مش يعني شوف اللي انت عايز تقوله. شتيمه يعني تقصد؟ لا مش شتيمه، لا مش عم سيبك من اللي قال وسيبك من اللي حصل، بس كل اللي عايز افهمه لك ان انا ان شاء الله حقيقي مش هتنزل عليك. طيب خلاص. طب